ازيك يا عبد الرحمن؟ مبروك يا كابتن اسلام، الف مبروك يا مبروك حبيبي، الف ليك مبروك. ولكل جمهور النادي الاهلي العظيم. طبعا والحاله اللي انت فيها دي هي الحاله اللي كان فيها الاستاد كله امبارح. نعم، يعني انا الحمد لله حضرت ماتشات كتير جدا من وانا عندي 6 سنين بروح الاستاد، لكن اللي انا شفته امبارح كان وحشني. يعني هو ده العادي بتاع جمهور برافو الاهلي، عليك. بس هو كان وحشني. اقل وصف للي حصل امبارح انها ملحمه، ملحمه من مجلس اداره النادي الاهلي، من جمهور النادي الاهلي، من تأمين المباراة وتنظيم المباراة اللي كان على أعلى مستوى، ومن اللاعبين. خليني أشرح لك يا كابتن، أو يعني أكيد مش هشرح لك، أنا هوصف بس الحالة اللي أنا عشتها لا، هناك. اتفضل. طبعا أنا دخلت الاستاد بمنتهى السهولة وبمنتهى عارف انت اليسر. كنت لازم، انا اسف بس دي برضو غلطتنا، كنا لازم، تعرف كنت لازم تعمل ايه؟ توثق ده موثق بالموثق. طب ما موثقه طبعا، تورينا، ابعت هوريك. والله لناس ووريك. بص يا كابتن، بس طبعا ما أنا ينفعش شفت، الملعب لانه لا انت لا لا فاهم لا لا أنا عارف طبعا، أنا شفت الحقوق امبارح يعني. فعلا عائلة النادي الأهلي. اوكي، ده المعنى اللي أنا شفته امبارح من كيان عظيم اللي على رأسه هو جمهور النادي الأهلي، على رأس هذا الكيان العظيم جمهور النادي الأهلي. حقيقي. خليني أقول لك يا كابتن إن بمنتهى البساطة، لحظة أذان المغرب لو أنت قاصد تعمل فطار جماعي لمحبين وعشاق النادي الأهلي مش هيطلع بالمنظر ده. مجلس إدارة النادي الأهلي موجود من الساعة 4 في الإستاد، جمهور النادي الأهلي بدأ في الدخول من الساعة 4، ويمكن يشكر الامن على ان هو فتح الاستاد من الساعه 4 لحد الساعه 8، لان ده سهل كتير جدا 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 عمليه الدخول. نعم، توفير ان هم يخشوا بالميه وبالفطار بتاعهم ده كان شيء نموذجي الحقيقه يا كابتن، نعم، لان انا شفت فعلا زي ما قلت لك عيله بتفطر مع بعضيها. الاستاد كله لو انت مجمع 50,000 متفرق او 50,000 واحد وعاملين نفسهم او مش عاملين نفسهم واقعيا هم عيله واحده، المنظر كان مبهر وكان عظيم جدا يا كابتن. اللي انا شفته امبارح ده من اول ما دخلت الاستاد لحد ما خرجت ما يتقالش عليه غير ملحمه. تاثير لعيبه النادي الاهلي على فرقه الاهلي وعلى فرقه الهلال، بالمناسبه كابتن، فرقه الهلال من ساعه ما حطوا رجلهم في الارض في التسخين وجمهور النادي الاهلي بيشجع لحد اخر دقيقه 90 وبعد الوقت الضايع كمان، الوقت ده كله هتافات بشكل مستمر، مفيش خروج عن النص لثانيه واحده من المباراه. يمكن التفاعل اللي بين اللعيبه والجمهور كان واضح جدا، اللعيبه رتمها مع رتم الجمهور، اول ما الريتم اللعيبه يهدى بس السنه كده صياح الجمهور يغير الوضع تماما. صحيح، يعني هتاف جمهوره ده حماه او من ثالثه شمال. امبارح سمعنا كل الهتافات النموذجيه للنادي الاهلي، يعني حتى من اول هتاف عمر بيك لطفي، هتاف رائع وجميل وبيحفز اللعيبه بتاريخ النادي الاهلي، لحد الثالثه شمال دي بتهز جبال فعلا، لو جبل في الملعب هيتهز يا كابتن والله. اي لو انت جبت 6 كراسي او 11 كرسي في الملعب يلعبوا، صدقني يا كابتن هيأدوا معاك. ورا جمهور النادي الاهلي. انا بصدقك انت لان انا طبعا كنت في لان انت الملعب. عشت الحاله دي طبعا. لا حقيقي والله فعلا اقل ما يقال انها ملحمه، وانا كان وحشني منظر الاستاد بالشكل ده. ده المنظر العادي بالمناسبه يا جماعه، ده العادي بتاع النادي الاهلي، ان ال 50,000 متفرج ده رقم عادي، لو نزلت 200,000 كانوا هيشتروا، لو نزلت مليون كان جمهور النادي الاهلي هيملى الاستاد كله برضه. حقيقي. ففعلا انا كان وحشني الاحساس ده. الحالة اللي كان فيها الجمهور وتأثيرهم على المباراة وعلى نتيجة المباراة كانت واضحة جدا الحقيقة. يعني منتج أو صناعة كرة القدم بالجمهور ليه طعم مختلف، وأكيد المسؤولين والقيادات كلها هيبقى واخدة بالها من الانضباط اللي كان فيه جمهور الأهلي، وده مفتاح بقى عشان يغير صناعة الرياضة في مصر يا كابتن. برافو عليك.